المدير الفني والمدير المنتخب سمحوا بزياره زوجات اللاعبين وابنائهم زياره في الريسبشن الاوتيل. اعتقد الفتره كانت من 6 ل 8 او من 8 ل 10 من 6 ل 8 قوم زاروهم داخل المعسكر في المطعم المخصص تقريبا وقابلوهم وشافوهم، وده الزياره الوحيده اللي شافوها فولادهم. واعتقد ان ده موجود في العالم كله. ما اثير بالزور والظلم حوالين المنتخب من فنانين وسهرات وناس في القعده اكيد كان بيأثر السلب على اللعيبه. اقول خلاص الراجل مشي، ولكن هنشكره برضو انه ما كنتش انت كمواطن او كاعلامي عارف منتخب مصر مين. يعني من لما جه كوبر بثلاث اربع سنين كنا بنسمع، يعني وافتكر معايا كده كان برادلي يستخدم 70 لعيب. النهارده انت بقيت عارف مستوى منتخب مصر ومستوى منتخب مصر بيلعب بشكل معين وليه استراتيجيه معينه. واذا كنا احنا مستائين منه، في بعض الخبره بيقولوا ان هو اداؤه جيد. لحظه من كلمهم بس على ان انا لا انا ضربت حد ولا انا سرقت لبس، عشان الكلام ده كان كلام واضح من حضرتك. الله طبعا الله انتوا هنا كابتن مجدي. انا قلت انا وضحت ولا ليا اسره وليا اولاد. كابتن مجدي زي ما قلت ده مجدي. انا قلت الموضوع كان في قرار اداري فقط، وقلت ان مجدي كان مستعجل، انما احنا كاتحاد كوره لم يصدر مننا اي بيان في اساءه لكابتن مجدي، والكلام ده واضح. واتحدى اذا كان في حد مننا تكلم في هذه المساله. سامع. انا زي ما قلت لحضرتك، انا زمان كان كلام واضح، انا كلامي كان واضح جدا. قلت الكابتن مجدي عبد الغني راح بنفسه ياخد الاسم بتاعه في المخزن، مع دخل جوه اوضه المخازن. هذا الكلام انا اعتبرته غير مقبول، وانا قلت له هذا الكلام. ده ما بيقولش انه بقى انه بقى حرامي، ما حصلش مننا هذا الكلام. انا بهدد ان انا لو ما طلعتش البيع سهل. لا ما هو كابتن مجدي، ما كابتن مجدي، ما مين قال ان هو بقى انا بقى البيع سهل؟ الصحفي اوضح فيه ايه اللي حصل. ما عملتش لان ما كانش الوقت مناسب، وانا فاكر انه كده بس هو النهارده كده بس.